بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات حسن خطك العجيب مع أحمد غريب، ودي إن شاء الله سلسلة حلقات جديدة هنكتب فيها دروس كراسة الخط العربي للصف الأول الإعدادي. وطبعا الكراسة تشمل خطي النسخ والرقعة. هنبدأ مع بعض أول درس، وهو حروف الألف والباء والتاء. أول حاجة هنا حرف الألف بيبقى عبارة عن خط مستقيم زي ما انت شايف كده، والهمزة بتكون صغيرة من فوق من أعلى الألف، والباء بتعمل كده شرطة صغيرة أو رقم واحد صغير وتنزل كده بدوران وتستقر على السطر وتطلع تاني بدوران. ده كده حرف الباء. وحرف التاء والساء هتبقى زيها بالظبط. نيجي هنا للباء في اول الكلمه، اهي باء عاديه خالص وتطلع بالالف لفوق، في هنا حليه في الاخر في نهايه الالف، والهمزه هنا تستقر على السطر. هنا شكل تاني للباء في اول الكلمه، بيتعمل كده منحنى لفوق تنزل وتحط حرف الجيم او الحاء او الخاء من تحت، وشكل الباء ده بيجي مع الجيم فقط، وبرده في حلية هنا في نهاية الألف من فوق. ممكن نكتبها بشكل تاني، نعمل كده الباء وادي الجيم، برده الجيم هنا هتكون مقفولة عشان بعديها حرف الصاد اللي هو حرف الألف. شكل تاني لحرف الباء في أول الكلمة زي ما انت شايف كده، بيتعمل مع حرف السين والشين فقط، وادي الراء هنا هتنزل تحت السطر في شكل تاني للباء او التاء في اول الكلمة، تعمل كده قنطرة او دوران كده خفيف، دي تاء اهي، والميم هتيجي تحتها على طول وتنزل تحت السطر. ممكن نعملها عادية خالص، التاء العادية خالص في أول الكلمة والميم عادية برضو خالص، حط النقطتين برضو هنا مع حرف الهاء، هتعمل التاء كده قنطرة أو دوران خفيف كده وتنزل بالهاء تحت السطر، وتكتب حرف الدال يستقر هنا على السطر، والألف مستقيمة والهمزة من فوق. ممكن نكتب التاء برضو بشكل تاني، الشكل العادي اللي كلنا عارفينه، تعمل تاء عادية والهاء اللي هي عامله زي الفيونكه دي، تمام، طبعا بتنزل تحت السطر، وادي الالف والهمزه. تعال نشوف بقى النموذج اللي هنكتبه النهارده. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. الراء في الاول هنا هتنزل تحت السطر، والباء في اول الكلمه اهي، والنون تطلع بالالف لفوق، ادي الراء زي ما قلنا تحت السطر، وهنا الباء والنون اهي على السطر. آتنا الالف مستقيمة طبعا، وهنا التاء في اول الكلمة والنون والف مستقيمة لفوق، الميم بتكون على السطر طبعا في اول الكلمة، هنا النون بتنزل تحت السطر، والجزء ده بيبقى اطول من الجزء ده في النون. اللام ليها حلية من فوق في أول الكلمة، والدال هنا تستقر على السطر، والنون زي الباء بالظبط في أول الكلمة اهي، تطلع كأنك طالع بألف لحرف الكاف، وتيجي هنا من قبل الآخر تعمل زي حرف الباء كده وتحط إشارة الكاف بالشكل ده. بعد كده هنا حرف الراء هينزل تحت السطر، الحاء ترفعها فوق شوية، والميم هتيجي من تحت حرف الحاء طبعا، كل ده فوق السطر. التاء المربوطة هي في الاخر، في سنة من فوق للتاء المربوطة لازم تعملها. الواو طبعا هتنزل تحت السطر، الهاء بص هتعمل زي حرف دال كده، وبعدين من جوه هتعمل دايرة، وهنا الياء هتعملها قنطرة
والياء في آخر الكلمة هتنزل تحت السطر، وهنا في همزة تحطها في الآخر. اللام ليها حلية برضو هنا من فوق في أول الكلمة، النون سنة كده صغيرة وتطلع بالألف، وفي حلية صغيرة في نهاية الألف من الميم فوق السطر، والنون تنزل تحت السطر لأن ليها كاسة، وقلنا أي حرف ليه كاسة في خط النسخ بينزل تحت السطر. أدي الألف والميم، والراء هنا هتنزل طبعا، والنون، وتطلع بحرف الألف مستقيم. الراء طبعا تحت السطر زي ما قلنا. هنا الشين، بص هنعمل رقم 7 وشرطة مايلة كده وشرطة على السطر وشرطة صغيرة كده، سنة السين التالتة أو الشين، وتحط التلات نقط جنب بعض، وأدي حرف الألف بيكون طبعا مستقيم. بص بقى هنا معايا في النموذج اللي احنا كتبناه، هنلاحظ الحروف اللي نزلت تحت السطر، حرف الراء، حرف النون، الراء، الواو، الياء، النون، الراء، الراء. دي الحروف اللي نزلت معانا في النموذج اللي قدامنا. شفت هنا الكتابة منسقة وشكلها جميل ازاي؟ فياريت وانت بتكتب تاخد بالك من الحرف وتكتبه بإتقان، ارسم الحرف. احنا هنا بقى هنحط التشكيل لانه طبعا بيدي شكل جمالي، وفي النطق كمان عشان تعرف تنطق الكلمة. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة في خط النسخ من كراسة الخط العربي للصف الأول الإعدادي، وإن شاء الله الدرس الجاي هيبقى خط الرقعة نفس الكراسة برضو. كان معكم أحمد غريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.